اللسان ده لو ما اتحركش شمال وشمال ويمين واتحرك لفوق ولتحت وخد الحركه بتاعته صافيه، الكلام بتاعك مش هيطلع، مش هتقدر تاكل يومك. انت ما هو اللسان بيعمل ايه؟ اولا اللسان هو اللي بيوضح لك الحروف والكلمات وبيقول لك الكلام ده عباره عن هواء طالع من الحلقوم من جوه من جواك. اللي بيوضح الكلام والحروف ده ايه؟ اللسان. الشفتين دول هما اللي بيوضحوا لك. تعالى كده هوا وقف لسانك وطلع الصوت بتاعك، انت حاجه كده هوا طالعه كده ملهاش لازمه، حاجه كده طالعه خلاص. انما لسانك هيتحرك والشفتين تتضح الاحرف جميعهم. لما تيجي تاكل لسانك ده بيودي الاكل شمال ويمين ورايح وجاي فوق وتحت. طب لسانك لو وقف تقدر تاكل؟ ما تقدرش، هتبلع بس. طب لما تيجي تبلع اللقمة بقى شوفوا بقى قدرة ربنا عليك. أما تيجي تبلع اللقمة لسانك يثبت ما يتحركش. شفتوا بقى قدرة أنا عايزين شغل، يعني إن في ذلك العبرة. اللسان وأنت بتاكل يتحرك. أول ما أجي أبلع اللقمة يروح اللسان واقف. ما أنا لو اتحرك اللسان هيتبلع مع اللقمة. شوفوا يا إخوانا رحمة ربنا لينا. الحالة إن إحنا بنكون لازم ننظفه. ويكون لازم اللسان ده يبقى نضيف، لازم الاسنان دي تبقى نضيفه. الرحمه اللي ربنا وضعها لك في الاسنان، لذه الطعام ما بتبانش في الاسنان. اللي ما عندوش اسنان ما عندوش لذه للطعام خالص ولا للشراب، سبحان الله العظيم. طب ربنا ادالك حاجه تحافظ عليها، ادالك اللذه دي حافظ على اللذه دي. اللذه دي مخرج السن نفسه، يعني دي اللي بتقوي السن. ادالك حاجه اسمها العمور او العمور، العمور ده اللي هو بين السنتين، بين كل سنه والتانيه تلاقي حته لحم كده بارزه لفوق كده. عارفين لو مش موجوده حته اللحمه دي اللي بين كل سنه والتانيه، لو السنه سقطت تلاقي الكل اتنار وراء. انه ربنا خلى كل سنه وحدينا يا اخي. يا ابويا على قدره ربنا يا اخوانا علينا. ده لو قعدنا نشرح بس في الفم والله هناخد في خطبه واثنين وثلاثه. لو اتكلمت في اللعاب اللي احنا اللي بينزل لك ده، لما تيجي تاكل لو اللعاب ما ينزلش مع الاكل ده مش هتقدر تاكل ولا تنضف ولا تبقى لون. لانك اول ما تحط لقمه في حنكك اللعاب ينزل، لما ينزل اللعاب تشتغل الفم. لو اللعاب ما نزلش اللقمه هتبقى زي ما هي. لو خدت حته تفاحه وقعدت تاكلها واللعاب ما ينزلش هتبقى زي ما هي ناشفه. انما اللعاب ينزل يطريها. تفضل بقى الاسنان تاخد وتدي باللسان وتبلعها تبقى سنه. يبقى حتى اللعاب الريدي اللي انت بتدفه ده ليه فايده عظيمه جدا. الفم ده لازم نخلي بالنا منه. لازم يا اخوانا نخلي بالنا من الفطره، سنه الفطره دي والنظافه دي.